اوكي، مرحبا. معكم راني. طبعا احنا هون نكمل في كيف انك تقرا من صفحة ويب باستعمال مكتبة ال URL collection. بس هون هستعمل مش بس بفر، كمان هستعمل قناة channel. فنحن فينا نعيد شغل المثال السابق تبع الحصة هون السابقة هون. اوكي، فينا نعيد كتابته. اوكي، حتى نوضح استعمال القنوات وال الذواكر او الحواجز اللي بدكم اياها، البفرز. اوكي، فال URL connection هون بتكون تنعمل مثل قبل كعادة. يعني الكود هون بنعمل نفس الشيء، بيفتح connection وهذا. هلا هون بيفرق عنده انه هون readable byte channel. اوكي، وعم بيقرا الانبوت ستريم، يعني القراءة من الويب سايت. اوكي، الداونلود اللي بتعمله، التحميل اللي بتعمله، عم بيبعتوا على مكتبة اسمها readable byte channel. طيب، وبعدين بنعمل بايت بفر كمان، حاجز انه بيقرا بايت. هلا هون شو اللي صار؟ عم بيعمل ذاكرة بحجم بايت. اوكي، حجم حرف واحد. اوكي، على الاقل. هلا هون بس عم بيحدد هون البايت بفر بيقدر يحدد فيها شو 64 بايت. هون محدد انه في 64 بايت، يعني هون بخليك كل 64 تروح تقريهم، كل 64 تروح تقريهم هيك، وبتكون تحدد انت كم حرف بدك باللحظه الواحده. تمام. فهيك انت بالقناه هاي عم تحدد انت انك تقرا من البفر. هون عملت انت من القناة هاي هون كمان تعمل قناة تقرأ من الانبوت ستريم من الاتصال، بس القناة نفسها عم تقرأ فيها كل 64 حرف. اوكي، يعني ما حتنزلهم كلهم مباشرة. اوكي، وبعدين هون عم بيعمل string من الاراي اللي جاي، يعني اللي بالبفر بتعاطى معها كاراي، كلستة من احرف. اوكي، ف string بتاخذ هذه البفر. اوكي، وبتحولها لسترينج عاديه، وبعدين بتصير تطبعها. عرفتوا كيف؟ يعني شوي معقد. وبعدين channel دوت كلوز بسكر القناه. اوكي، شوي هيك صار في تفصيل اكثر. يعني انا بصير بقرا كل 64 حرف، وبدي هال 64 لما بقراهم كلهم كجمله واحده ورد اطبعهم. فلما اقراهم كلهم جمله واحده بحسب بهالتسلسل من 64 حرف هدول بالري. اوكي، من البايتس. بس بكون هون بخلق يعني string dot type بس عالطاير، بس ما بحفظه في متغير مثل ما بعمل هون. مثلا هون بتحط input stream، بتحط اسم المتغير، بعدين بتجيب الشغلة، او مثلا مثل هون url، بعدين بتستعمل new. اوكي، لا ما عملش هيك، قال لك هو بنجيب البفر دوت array، بنجيب قيمة اللي طالع من استعمال ان object عالطاير بدون ما احط له اسم، باستعمال كلمة new. اوكي، وبستعمل constructor تبع string، وبعدين بجي بطلع بدخل الكود. يعني المفروض هي واضحة، شغلة جافا بسيطة. اوكي، كيف تنعمل. تمام، بعدين كل ما يقرا لازم يمحي البفر القديم، لانه انت بتوسع بس 64، ممنوع تعبي فيها بعد زياده. اوكي، لازم كل مره تفضل ال 64. هيك انت شو عم بصير معك؟ بصير معك يا سيدي انه فرضا انت عندك النهر هيك، وعملت انت جوره. اوكي، عملت افترض هيك جوره ونزلت كملت. هلا شو بتعمل انت؟ الطريق نازل المي فيه. اوكي، هلا انت بتضل تمتلي هون لحد 64. اوكي، حطينا ال 64 هون 64. تمام، هلا لما يمتلوا ال 64، طبعا هو ممنوع يكمل مره ثانيه غير لما يفضل 64، هدول يسحب مره ثانيه من المي. اوكي، وكل مره هيك يعبي 64، تقرا بعد ما يصير 64 وبعدين اسحب. عرفت شو؟
ف فهيك بتصير زي ما بقول لك، بصير يقرا بكل مره 64 حرف. تمام، شو الفائده؟ ما بعرف يمكن انت حابب يعني تبعت داتا بهالطريقه، شو بعرفني لك حاجه يعني انك تقطعها. تمام، فهيك كيف فينا نستعمل قنوات مع البفرز. اوكي، يمكن يكون عندك مش بايت بفر، يكون انتجر بفر، فلوت بفر، شو بعرفني. اوكي ماشي، هيك بكون هاي خلصنا هاي الفقرة. اوكي، وبنشوفكم على الحصة اللي جاي. تمام، فهاي بس ببساطة فينا نعمل هيك مرة ثانية، كوبي ونسخ الكود تبع عشان احسن ما انسى. او شو بدنا نعمل؟ بدنا نحول السطور هون اذا كان لنفس المعلومة. يمكن لا مش ضروري، فينا بس عشان ما نخربطش نشيل الكود القديم ونحط هون هيك، وهون هوت فيكس امبورتس. تمام، شايفين كيف بيراهم كبايتات؟ معش اذا كان في شيء عربي او انجليزي، اذا في شيء عربي مثلا او هيك لغه اخرى ما عاد بقدر افسرهم. تمام، فبيراهم كل بايت بايت، لانه احنا هون نتعاطى مع يونيكود، ف الا ما يطلع لك شيء. تمام، على كل سلام.